الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك، ما حكم التدخين؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن كل ما أوجب ضررا فالواجب منعه وتحريمه، ولا جرم باتفاق العقلاء والأطباء من أهل الاختصاص أن التدخين سواء أكان شيشة أو غيرها فإنه يوجب الأضرار الصحية العظيمة التي قد شهد بها العدو والصديق والقريب والبعيد والكافر والمؤمن من الأطباء وغيرهم. وقد نهانا الله عز وجل أن نلقي بأيدينا للتهلكة، فقال الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا جرم تلك الإحصائيات الهائلة التي تجعل القلب ينزجر عن مزاولة شيء من هذه العادات السيئة من كثرة الذين يموتون بسبب مزاولة شيء من هذه العادات. والمتقرر عند العلماء أن كل ما أوجب تلف المال في غير منفعة فإن الواجب منعه وتحريمه، لأن حفظ الصحة وحفظ المال من جملة ضرورات الشريعة التي جاءت بحفظها. قال الله عز وجل مبينا تحريم إتلاف المال، قال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال الله عز وجل: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فشراء هذه الأشياء المحرمة لا يعتبر إسرافا، وإنما يعتبر تبذيرا، لأن التبذير هو إنفاق المال فيما لا منفعة في أصله، وأما الإسراف فهو إنفاق المال فيما في أصله منفعة ولكن يزاد في الإنفاق فيه. فإذا شراء هذه الأشياء المحرمة من جملة التبذير، فلا يجوز للإنسان أن يتعاطاها لعظيم أضرارها الصحية ولعظيم أضرارها الاجتماعية ولعظيم أضرارها المالية والدينية، والله أعلم.